أعزائنا المشاهدين، في هذه الحلقة سنخبركم لماذا تنفصل العلاقة الماصة للدم عن جسم الإنسان فور رش الملح عليها، وعن مدى إمكانية نمو شجرة داخل جسم الإنسان، وعن قصة الفيل الذي تم إعدامه بتهمة جريمة القتل. وكذلك سنطلعكم على العديد من المعلومات الشيقة الأخرى. إذا شاهدتم الفيديو إلى النهاية نعدكم أنكم ستخرجون منبهرين مما ستشاهدونه، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. عندما كنتم صغارا، هل كان الكبار يحذرونكم من بلع بذور الفواكه لكي لا تنمو أي نباتات داخل أجسادكم؟ ولكننا جميعا بالرغم من ذلك بلعنا الكثير من البذور ولم يحصل أي شيء في النهاية. ولكن السؤال لا يزال قائما، هل هذا الأمر ممكن حتى؟ في الحقيقة حدوث ذلك نادر وصعب جدا، ولكن المدهش أنه ليس مستحيلا. فقد شكى مواطن من ولاية ماساتشوستس الأمريكية والذي يدعى رون سيفيدن من ألم في الصدر، فذهب إلى المستشفى لمعرفة السبب. وبعد إجراء فحص الأشعة السينية لصدره أدرك الأطباء وجود جسم غريب فيه، ورجحوا أنه في الغالب ورم سرطاني. بعد إجراء المزيد من الفحوصات اكتشفوا أنه لم يكن ورما أو ما شابه، بل كان مجرد حبة بازلاء غير مقضومة علقت في الرئة بدل أن تتجه نحو المعدة، وظلت تنمو حتى وصل طول الجذور التي خرجت منها إلى نحو سنتيمتر ونصف، ولهذا أجريت عملية إخراجها والتي تكللت بالنجاح. والطريف في الأمر أنه بعد إجراء العملية قدم له الأطباء حساء البازلاء كأول وجبة يتناولها بعد العملية. ونستفيد من هذه القصة أنه علينا أن نمضغ الطعام جيدا قبل أن نبلعه. الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الاستوائية معتادون على التعامل مع العلاقة الماصة للدم والتي تلتصق بجسم الإنسان فور توفر الفرصة لها، وسكان هذه المناطق يرشون عليها القليل من الملح فتنفصل عن الجسد مباشرة. هل تعلمون لماذا يحصل ذلك؟ في الحقيقة الملح يؤدي إلى جفاف المياه كما نعلم، وهذه العلاقات تتكون من الماء بشكل كبير وجلودها تكون رقيقة جدا، فتسهل عملية انتقال المياه نحو الخارج. وهذه الظاهرة تسمى بالضغط الأسموزي، إنها تؤدي في النهاية إلى جفاف العلقة من المياه بشكل كامل تقريبا، فيصغر حجمها كثيرا وتموت في النهاية. ولذلك يوصى السياح في تلك المناطق برش الملح على العلاقات في حال تعرض الجسم لها. كثيرا ما نسمع عن الحكم بالإعدام للأشخاص المتورطين في جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم الشنيعة، ولكن هل سمعتم عن حيوان حكم عليه بالإعدام في دولة متحضرة؟ نعم، نحن نتحدث عن الفيل الذي قتل مدربه، والذي كان يعمل في أحد الملاهي الترفيهية في الولايات المتحدة الأمريكية. انتشر الخبر بين الناس وبدأوا يتظاهرون مطالبين بإعدام الفيل القاتل، حتى أن شخصا أطلق عليه 5 رصاصات ولكنها لم تكن كافية لقتله. في النهاية فكر مالك الملهى تشارلز سباركس بإسكات المتظاهرين وإنقاذ سمعة الملهى بإعدام الفيل أمام الناس. في اليوم التالي تم نقله إلى مكان الإعدام، وفي ظل حضور 2500 شخص تقريبا تم رفعه من رقبته بواسطة رافعة عملاقة، وبعد ذلك تم دفنه في ذلك المكان. نزول الدموع من العينين عند الحزن والاكتئاب، إنه أمر شائع ومعروف، ومن علامات البكاء أيضا احتقان الأنف. دعوني أخبركم عن السبب العلمي لذلك. في الحقيقة توجد فتحة بين العينين، وتحديدا في الزاوية القريبة من الأنف، وعند البكاء تنزل الدموع منها، ولقربها من الأنف تنزل السوائل منه أيضا. ولذلك فإن الناس عند البكاء يستمرون في تنظيف أنوفهم بالمناديل ويحسون فيها باحتقان شديد. تمتلك الهند رابع أطول شبكة سكك حديدية في العالم كله،
بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، والتي يبلغ طولها أكثر من 68 ألف كيلومتر. ولكن نظام القطارات هناك قديم جداً، فلم يتم تطويره كثيراً، فالسكك هي نفسها تقريباً التي بناها الإنجليز أثناء فترة الاستعمار البريطاني. ويعد السفر على متنها أمراً مثيراً جداً، حيث يعود الإنسان إلى العصور القديمة، خصوصاً وأن المحطات تشبه كثيراً تلك التي في الأفلام التاريخية، وتوجد على المقطورات رموز وأرقام لا يعرف الكثير معناها، مثل الخطوط المائلة الصفراء أو الزرقاء. الخطوط الصفراء تعني أن هذه القاطرة من الدرجة الثانية، وإذا كانت حمراء اللون فذلك يعني أن القاطرة تحتوي على خدمة التكييف، والخطوط الخضراء تعني أن القاطرة خاصة للنساء فقط. وإذا سافرتم إلى هناك يوماً ما فستستطيعون العثور على القاطرة الصحيحة بشكل أسرع إذا تذكرتم هذه المعلومات. لابد وأنكم سمعتم عن الأشجار المعمرة، والتي تصل أعمارها إلى 100 أو 200 عام، وربما رأيتم بعضاً منها بأعينكم. ولكن هل تساءلتم يوماً عن عمر أقدم شجرة في العالم؟ أعتقد أنكم لا تعلمون ذلك، لأن هذه الشجرة تم إخفاؤها عن الناس عمداً، حيث لا يعرف أحد مكانها والكثير عنها سوى بعض المختصين، وذلك لإبقائها بعيدة عن أيدي العابثين. سميت هذه الشجرة باسم ميتوسيلا أو ماتوشلح، وهو جد نوح عليه السلام وفقاً للمعتقد اليهودي والمسيحي، وقد ذكر في كتابهم المقدس وتحديداً في سفر التكوين. ذكرت قصته في الكتاب بأنه شخص صالح عاش لمدة 969 عاماً، ونظراً لقدم هذه الشجرة فقد سميت باسمه. يقدر الخبراء عمرها ب4850 سنة تقريباً، وهي شجرة صنوبر معمرة تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديداً في مقاطعة إينيو، ولكن لا أحد يعرف مكانها بالتحديد، وقد اكتشفها إدموند شولمان لأول مرة، ودهش عندما عد حلقاتها والتي كانت أكثر من 4000 حلقة. الجدير بالذكر أن العلماء يستطيعون استنتاج الكثير من هذه الحلقات، مثل عدد الأعوام الباردة والدافئة والمطيرة والجافة التي مرت طول فترة عمرها، فالأشجار تعتبر كنزاً من المعلومات، ولهذا السبب تعمدت السلطات إخفاءها عن أنظار الناس. يقدر عدد متابعي لعبة الكريكت بملياري شخص تقريباً، ويعدها البعض أكثر الرياضات شعبية بعد كرة القدم وكرة السلة، ولكنها غير منتشرة في دولنا العربية، ولكننا قد نشاهدها بالصدفة على التلفاز أو الهاتف في بعض الأحيان. ولابد وأنكم لاحظتم وجود 3 قضبان خلف اللاعب الذي يحمل المضرب، و3 خلف اللاعب الذي يرمي الكرة. وظيفة هذه القضبان في الأساس هي تحديد خروج لاعب الخصم من عدمه، فيحاول الفريق الذي لديه المضرب أن يمنع الفريق الخصم من أن يضرب هذه القضبان 3 بالكرة، ولذلك فإنها تكون مصممة بشكل يجعلها تكون حساسة لأخف الضربات حتى لا تترك أي مجال للغش. وبالفعل إذا لمست بالكرة فإن جزءاً منها يضيء باللون الأحمر ويتطاير، وبسبب استخدام التقنية فإنها تكون باهظة الثمن، وتتجاوز قيمتها قيمة أعلى فئة من هاتف آيفون، فتصل قيمة القضبان المصنوعة من قبل شركة زينج الأسترالية إلى أكثر من 30,000 دولار أمريكي. في الكثير من دول العالم تصل نسبة امتلاء السجون إلى 200%، أي أكثر من ضعف العدد الطبيعي الذي تستوعبه. ولكن الغريب أنه توجد دولة في العالم تستورد السجناء من الخارج بسبب نقص السجناء فيها بالنسبة إلى السجون الموجودة فيها. وليس هذا فحسب، بل اضطرت الحكومة هناك إلى غلق 19 سجناً. نعم، نحن نتحدث عن دولة هولندا، وحدث ذلك بسبب الانخفاض الكبير في معدل الجرائم، بالإضافة إلى أن الدولة تبنت طرقاً أخرى أكثر فاعلية لعقاب الخارجين عن القانون، فهي لم تعد تعتمد على السجون كعقاب لكل جريمة،
بل تعتمد على إصلاح المشكلة وإرشاد المجرمين وتوعيتهم ومحاولة تغيير طريقة تفكيرهم أكثر من معاقبتهم. ومن الطرق التي تتبناها الحكومة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الصغيرة استخدام سوار إلكتروني يوضع على الساق، فيظل تحت المراقبة دائماً ويعيش حياة طبيعية خارج السجن. ونظراً لقلة عدد السجناء، فقد استوردت الحكومة 240 سجيناً عام 2019 من دولة النرويج. الجدير بالذكر أن عدد سكان هولندا يصل إلى 17 مليون نسمة، وعدد السجناء فيها يصل إلى 11600 شخص تقريباً، بمعدل 69 شخص لكل 100,000 نسمة. وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة فإن معدل السجناء فيها يصل إلى 716 شخص لكل 100,000 نسمة، وهي أعلى نسبة في العالم. التنمر على مواقع التواصل أصبح منتشراً جداً في الآونة الأخيرة، ولكن لا يزال الأشخاص الجيدون موجودين أيضاً. دعوني أخبركم قصة حصلت في جنوب إفريقيا، حيث انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه شخص الزواج من فتاة في مطعم كنتاكي في مدينة كيب تاون، فتمنى أغلب الناس لهما التوفيق، ولكن بعض الأشخاص علقوا بالسلب، وعلق أحدهم مستهزئاً بهما وبسكان جنوب إفريقيا بأنه لا يوجد مكان أفضل من مطعم كنتاكي لطلب الزواج، وأن هذا المطعم اقتصادي جداً ويرتاده أصحاب الطبقة الفقيرة في العالم. وصل الخبر إلى المكتب الرئيسي للمطعم بجنوب إفريقيا، فبدأوا يبحثون عنهما وقرروا تحمل تكاليف الزواج كاملة. ثم وصل الخبر إلى شركة أودي، والتي قررت إهداءهما سيارة جديدة بمناسبة زواجهما. وأعلنت شركة كوكاكولا بأنها ستتكفل بالمشروبات، وأحد مستخدمي تويتر قرر إهداءهما خاتمين من الذهب والماس، وإحدى شركات السياحة والسفر نظمت لهما سفرة مجانية لشهر العسل، وشركات أخرى كثيرة ساهمت في جعل زواجهما أجمل بكثير، مثل شركة هواوي وسوني وبوما. هناك الكثير من الأمثلة للأشخاص الذين تغيرت حياتهم 180 درجة في وقت قصير بسبب مواقع التواصل، مثل أنوك ياي عارضة الأزياء الأمريكية من أصل سوداني جنوبي. اليوم تعتبر هذه الفتاة إحدى أيقونات مجال عرض الأزياء في العالم كله، فقد وصلت إلى هذا المستوى بمجرد الصدفة، وتحديداً عبر وسائل التواصل. هذه الفتاة ذات 24 ربيعاً حضرت إلى احتفال في جامعة هارفارد الأمريكية. عندما كان عمرها 19 عاماً، فقام أحد المصورين بتصويرها، نجح في التقاط صور ساحرة لها، وعندما نشرها في حسابه على انستغرام أحدثت ضجة كبيرة في أرجاء الولايات المتحدة، وعرضت عليها الكثير من شركات الأزياء العمل معها، وثلاث شركات نجحت في ذلك ووقعت معها عقود العمل بالفعل. وهذا كله حصل بعد أن نشرت لها صورتان فقط على تطبيق انستغرام. حروف التحقق أو الكابتشا هي تلك الحروف التي تزعجنا كثيراً في بعض الأحيان. عندما يطلب منا عند زيارة بعض المواقع أن نقوم بإعادة كتابة الأحرف الموجودة في الصورة، ولكن هل تساءلتم عن سبب ذلك؟ في الحقيقة كلمة كابتشا هي كلمة مكونة من 7 حروف، وهي اختصار لجملة باللغة الإنجليزية تعني حرفياً اختبار تورينغ العام الأوتوماتيكي للتمييز بين الحاسوب والإنسان، وهو اختبار يستطيع الحاسب الآلي وضع أسئلته ويستطيع تصحيح إجاباته، ولكنه لا يستطيع حل هذه الأسئلة لأنه لا يستطيع حلها سوى عقل بشري قادر على التمييز. وفائدة استخدامه هي التأكد من أن الذي يستعمل صفحة الإنترنت هو شخص وليس آلة أو برنامجاً يتصفح الإنترنت بشكل أوتوماتيكي، وتستغل لصد هجمات الهاكرز وسارقي المعلومات الذين يرسلون رسائل أوتوماتيكية لمواقع وصفحات الويب بشكل آلي. ولولا وجود هذه التقنية في الإنترنت لم تلأ بالرسائل المزعجة والفيروسات أكثر من الآن. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم،
نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.